السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة للجميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، كما ذكرت سلفا، هذه القضية الكوميدية ديال أن الحمامرة وزير الخارجية ديال نظام الكبراناس قال لك بغيت توسط في ملف ديال سد النهضة. هاد خونا متابعينا الكرام الذي فشل في جميع المسائل الدبلوماسية والأزمات الدبلوماسية اللي كانت تطوع باش أنه توسط فيها على المدار ديال السنوات ديالو اللي كان فيها كيحاول انه يعني يبين راسه على انه مبعوث للقضايا اللي كانت كتشغل يعني العالم في واحد الوقيته من الاوقات، خصوصا العالم العربي. الان متابعينا الكرام، يوم امس اثيوبيا توجه صفعه لنظام الكبرانات حيث قامت باغلاق سفارتها في دوله الجزائر. قامت باغلاق السفاره في الوقت اللي كان الحمامره كيبين على انه هو نظام الكبرانات غادي توسطوا في الملف ديال سد النهضه، والذي بشكل كوميدي يعني كيفاش انت ما قدرتيش تحل اصلا الازمات ديال الماء اللي عندك، ما قدرتيش توفر الماء للمواطنين الجزائريين، وماشي توسط، غادي توسط الواحد الملف جد معقد اللي هو الملف ديال سد النهضه. فعلى ما يبدو متابعينا الكرام أن حتى هذا القرار ديال إغلاق السفارة الإثيوبية في دولة الفقاقير هي رسالة موجهة لنظام الكبرانات، الذين 91% فشلوا في هذه القضية ديال الوساطة في ملف سد النهضة، خصوصا مع هذه الحمامرة اللي عمره نجح في شي مسألة ديال الوساطة في التاريخ ديالو. فمتابعينا الكرام، إثيوبيا ماشي هي بوحدها اللي كتهرب من دولة الجزائر. لعلكم شفتوا القضيه ديال كيفاش كيهربوا الشركات اللي كانوا في واحد الوقت مستثمرين ولو يعني بواحد النسبه ضئيله في الجزائر، ها هما حتى هما كيهربوا لانهم عارفين بان الاوضاع والازمات اللي كاينه في الجزائر ما كتسمحش لا للاستثمار ولا للاعمال ولا لاي شيء. شفنا فولكسفاغن هربت، عفوا، شفنا هيونداي هربت، شفنا مجموعه من الشركات هاربه خارجه من الجزائر. علاش؟ لأن الأوضاع كما ذكرت داخل الجزائر، وكما أقول دائما، أوضاع مزرية جدا والأزمات تتفاقم يوما بعد يوم. احنا بدينا كنشوفوا الآن الأزمة ديال الخبز كيف ما شفتوا في واحد الفيديو اللي كنت نشرت يوم أمس، حتى الخبز وصلت لها النوبة ديال أنها تكون أزمة في الجزائر. فهذا هو الواقع المرير ديال دولة الكبرانات. متابعينا الكرام، إثيوبيا توجه صفعة النظام الكبرانات وتغلق سفارتها في الجزائر، الشركات تهرب الواحدة تلو الأخرى والأزمات تتفاقم. إذن متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.